السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة ثانية في السلسلة الجديدة اللي بدايتها لكن بدايتها صناعية آخر الصراحة. عندي احتياج صناعية جهاز كمبيوتر، الحين شو بتسوي؟ شو صناعية بس مو بحكي صناعية كمبيوتر، خلاص عندي يعني حديقة وحركات وهذا. كنت بسوي هني محمية لكن ما ينفع. ليش؟ لأن المحمية هاي اللي تكون على حساب فيها، فبدل المحمية بنحط المحمية على الأرانب هني قريب المطار. المحمية يبالها مساحة ورا، ومدينة هني راقية يمكن تقدر تفيدها. عقب تقوم بنزل مدخل طبعا، ما أعرف وشو ترتيب، بس الحين أول شيء تصير مداخلة مخالفة الشارع العام. قلت له مخارج كبيرة خلاص، المدينة ضخمة ما تتحمل مخارج صغيرة، ما عاد يدخلون المستقبل. خليهم يشوفوا، أيوة أحسن ما يرفع الضغط بس. شفت أنتم معي بارك لايف؟ بارك لايف الصراحة من الآخر، أحبكم في الآخر. فالمشروع رجع عندكم خضراء لتبينكم مثل ما طلبتوا. أنتم طلبتوا وايد وايد، طلبتوا مني خضراء صراحة، يعني ما بدي هون درجات خلاص من الخطر، ما اقدر خلي عندي سلحفاة. السلحفاة المكان هذا خطوطه صح، هاي خطوطه صح. زين هذا جسر، يعني جسر مضبوط. تقريبا نفس الأداء، قلت لكم يوم يسوون أبديت حق التولز إن شاء الله. برد كل شيء، مش السلسلة الثانية. زين الحين نحن بنحتاج شيء واحد اللي هو شارع كبير خط وسط الاثنين، لأن بعدين بيتحمل زحمة كبيرة وايد، بيتحمل وايد زحمة، الشارع بيتحمل زحمة كبيرة. فما ابغى شوف طبعا دلوقتي ما ابغى اخرب الفرت اللانس، ما ابغى اخرب منطقة شو منطقة اشجار اثمار، اسوي له شارع اصغر من عندك. ابغى يتحمل زحمة، زحمة طيبة يعني. لأن بين المدن أتوقع أن تستوي زحمة كبيرة. الحين بدون توس بس ما يضر، ما يضر. شوف أيوه من أعلى صح وايد بيستوي. شوف بس درجة الكهرباء قصيت توكيل الكهرباء، أحس أمرت الكهرباء نص الشارع بس. بسوي الأندر جراوند، بس مو الأندر جراوند مو شغال صح كذا الحين. هذا الحلو حق توتي يشتغل كأنه عادي، يشتغل كأنه هذا مكس صعب اللي استعملته أول مرة، لكن بعدين يصير وايد شكو الناس قامت تستعمل الشارع. ليش؟ لأن اختصار بالنسبة لهم. الأول لازم ينزلون الشارع هذا ويصلون الدوار اللي تحت، يصلون الشارع اللي فوق، يذكرون الدوار المخبوص هذا، لأن هذا في وايد مداخل هذا ما هو مستعمل أصلا. بس جميلة المشروع كان زين. زين لحظة الشارع
مشكلة السيارات تجي تحت الدنيا ها عشان حبيبي بعد مرة بعد الموضوع بكمل مزروع الحديقة بعد ما يفضل ما يفضل زين الحين نبغى نطلع شارع نفس هذا الشارع نفس هذا الحين خلاص انا صناعية حتى والله الدرت رود بيكون احيانا هذا زراعية الصراحة بيكون احيانا على سيدي لا تعبنا من الشوارع المربعات ما انت تعبت وتعرف مربعات ولا ما تعبت انت ايوه هذا هنا هذا المشكلة هذا أقدر علي السيارة سويت أبغى سويت نقاط أشتري في خمس نقاط أبغى شارع ثاني السيارات تجيني للمزارع مش غلط صراحة مش غلط شوفها زين بالنسبة لي أنا زين مش عارف ممكن خبروني ممكن أشوفها ممكن ما أشوفها بشوف كيف أيوة هاي شوف يا جماعة هاي تستوي هذه السحابة ليش؟ سيارات صناعية وصناعية ما تصير فلوس على فكرة صناعية أشياء ما تصير أي فلوس صناعية عودة هاي ما تعتبر صناعية هاي من خط رابط يعني خشب ربعة السوالف كلها بعد يمكن استغل هذا الصناعية شوفوا بس هاي صراحة بس مو بدها هاي تبغى ومشي بدها بس بها على طول الزون اوكي فرصة عودة زون مرة بين هذا فرصة اللاندو كان زراعي ليش ما بدي احط عليه مش محتاج باك كارير محمية نفس كذي لازم تكون محمية لازم تكون الطريقة هاي من برا هاي المساحة هاي شو عندي هني بار المينا السويحان القماش هاي بسميها مزارع Thank you.
happy that that's a lot. Many people say it either. But like, we're on the high. So we have to start to go with that. لازم يكون مهم. بتشوف إذا في شيء برا الزون الحين بدي مدخل فاضي في شيء برا الزون بس كله فوق زارع بدون ماي بسرعة خاطر عندي بسرعة في أماكن المنظر هذا الكيبل هذا مقبول فيه مسوين عشان نزال عن هذا أماكن جديدة مو أماكن جديدة ليش تسكر المزارع يا عيني الصراحة يا عيني بس شو ناقص مستوى عند المزارع مستوى عند الصوب الثاني شو والله مش غلط بس يبالي بعد يسار التاب اجين التاب التاب اكره مستوى التاب ليه؟ بخليها مع راحتهم بس هذا بينزل الديماند على المنطقه بشكل فاضي بس فانا نزيد في المنطقه التجاريه بسوي المنطقه التجاريه بتكون الاماكن نفسها ابغى كم عمايه يتعاملون معنا مع الوادي الاماكن احنا عندنا مواطن بنس لازم تجارية عمال صغار لو تذكرون هي قبل الله اني عندنا مطابيع ما اعرف لاي سبب نسيت تمام بس انا مطابيع مستقلة من فوق ف هذا والله حلو المكس أربعة أربعة هاي الصراحة
تعالى قدام السينما، السينما كانت موت، يقول ما عندي عمال قضية، كان ما عندي الحفلية، كنت على أساس ما بسوي زكاة، بس غير رأيي، لا بسوي أكبر عمال يعني. أقول خالد تستوي زحمة، أشوف ما في زحمة كبيرة، أنا ما أشوف في زحمة، أنا مين اللي قاعد يستوي زحمة أكثر أكثر، بس هذا صراحة مش شوية. بعد بعد على كثر ما حبي من كفي والله بعد احط واحد ها احط اثنين احط اثنين ها اشوف العمارة لا فكس كثر اكون ثالث اتمنى هالشيء يتعدل لان دائما كان عندي نفس المشكلة العمارة يحبيها ما تكون سيدة شوفها ها سيدة بعدها هذا تو ماتش ان شاء الله صار قريب بس توفر مالي شوفوا بروسس التعبان زين هاي كمناطق صناعيه الله حطيت بروسس بروحها انا هذا الهدف من السيركل اللي ان شاء الله يكون وصل الهدف من السيركل اللي هذا الشيء الشارع العام منطقي يكون عشرة العمارة لأن في ناس تمشي تحصل يوم كهرباء والله طيبة وقام تسوي زحمة فيها قام تشوف تسوي زحمة بس نزل طلب عمارة شوف شوف الطرق عادي هو المزرعة مزرعة فوق فنان عادي يزرع فوق فوق هذا تشوف شو اللي حطنا دونتس دونتس مزرعة اه دعاية على حد حتى طلع فلوس مرة دعاية روح لها تبقى فنان انا بقى هاي نفس هاي تلقى ما بقى هاي تي. بس انا شوية عشوائي يعني مش بيدي يعني بس طب شو بقى نفس هاي الناس تزرع عند ارض زراعية ما يزرع مو زين ما تنف وركس ما تنف وركس ما تعرف الحين زارع زارع ما يستوي يكون ساكن ما عنده ناس حد تري يكون في ناس ساكن إذا نسكن ناس الحين نسكن ناس ناس اللي سكن الحين أكيد خاطر هذا السيد مشكلة ساكن بما ان هاي المنطقة ناس يسكنون يسكنها مربعات خلوا زارع هو بيستعد لقيت له مربعات كان المربعات بدون ارض فيه في مركز شرطة صغير كان باقي من المستثمرين الناس وايد تطول انها توصل دوامة اصلا حتى لو واحد من برا بي ولا سنة لين يوصل والوظائف بشكل عام انا اتكيتد انا غير متعلم غير متعلمين يعني المفروض اصلا ما كان عندي اي مشكله مع النوم التعليم وهالامور قطعت بطل الا اذا موضوع الناس هذا مش اللي تسبب ايه بس ما ضل حدا ما ما في شاحن يعني توصل ليه تقولوا كان عندهم مو بالاسود ما عندنا نسى الخشب مثل كم جرب نسى الخشب ما يحب علينا زين هاي ناس سافنا ناس عادية جدا تواضع تواضع لله أربعة هاي الموضوع الناس هاي أربعة تكاكين كلها تكاكين هاي ناس يتلقون يعني يقول
هي على السيارة. فاضي صوت البنات حاسس بك. هنا عيادة مركز رقابي مركز سرقتي صغير. هذا كل الإدارة اللي تكون مثلا تمشي الآن. ممكن نزيد البيوت بس ممكن أحس البيوت هاي ما تكفي. صراحة مشروع عدل ما بيتوصل يعني كمان. فين نحتاج التكاكين؟ ما نحتاج إلى النص. يتوصل بالكامل. نزيد المنطقة شوي قبل ما نستخدم. هاي مش التركيب يكون في نص البيوت، مكان مركزي أفضل. ما هذا الشيء كذا. هذا اوكي. احتاج انا بيوت بس هني ما بحط شيء الحين بس كفايه. بس الوقت كان دكان هاي اللي عندي من فلوسها اللي هو كان فرجان هذا. هذا اكبر بس ما يتصار باربع خمس طوابق مو ما كانت المزارع الغابة. سدينا حالة الصناعية المنطقة جدا جميلة. نجيكم بحلقة قادمة على خير بإذن الله والسلام عليكم.